تداول سياسيون ومشاهير لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحرائق الهائلة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة في مناطق مختلفة في لبنان. واندلعت الحرائق منذ أمس الاثنين في قضاء عكار ومنطقة الشوف زاحفة نحو الأشجار ومقتربة من المناطق السكنية، ما دفع العديد من السكان للنزوح خوفا من وصول الحرائق إليهم. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إنه تم إخماد الحريق في جبل نفيثة في عكار بعد 6 ساعات من اندلاعها، وتسببت الرياح الحارة التي تشهدها البلاد في امتداد النيران إلى مناطق مختلفة من لبنان، فيما بدأت فرق الدفاع المدني ومتطوعين بدعم من الجيش بمحاولة إخماد الحريق. وشارك ناشطون عبر هاشتاج لبنان يحترق في موقع التواصل تويتر بنشر صور ومقاطع من الحرائق الهائلة التي التهمت قطاعات واسعة وسط انتقادات للحكومة، متهمين إياها بالتراخي عن مهامها في إخماد الحريق. وبعد ساعات قليلة من نشوب الحريق تصدر هاشتاج لبنان تحترق عددا من الدول العربية على رأسها لبنان ومصر والسعودية والجزائر والإمارات، نظرا للتفاعل الكبير من قبل متابعي السوشيال ميديا مع هذا الحدث المؤسف. وأعرب عدد من نجوم لبنان عن حزنهم الشديد لما حدث في بلادهم التي كانت تتميز بالمساحات الخضراء الواسعة، مناشدين المسؤولين لسرعة التحرك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الناس المحاصرة في بيوتها وما بقى من مساحات خضراء قبل أن يصل لها الحريق. ونشدت الفنانة مايا دياب المسؤولين عبر تغريدة قائلة: يسمع صراخ الناس المحاصرة في بيوتهم في قلب النيران في بلدة الدامور بلا مساعدة، أصوات الاستغاثة عالية والمسؤولين نايمين والطوافات لن تتحرك قبل 7 صباحا. لماذا؟ وقالت نيكول ساب: يعني إذن بيوتنا والهوى مجنون وعم بخبط كيف بالشارع ومعها النيران والحرائق الولعانة. الله يرحمك يا طبيعتنا ويا خضرة بلدنا شو صار فيكي. مشهد حزين وليلة حزينة بلبنان، طبيعتنا عم تبكي وتتألم وأنا كمان عن جد. وعبرت الفنانة سيرين عبد النور عن أسفها قائلة: قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تؤمر مياه السماء المباركة تطفيها النيران الشيطانية الوقحة، يا رب ساعد كل العائلات والأطفال، ما إلنا غيرك. أما الإعلامي اللبناني نيشان قرر أن يفتح النار على المسؤولين بالدولة معلقا: بالعربي المسؤول هو المحاسب، المسؤول هو من تقع عليه تبعة عمل. في لبنان حرائق ومواطنون في كارثة، أين المسؤول؟ هل ينام المسؤول في حالات الطوارئ؟ إذن ابنك محروق بتنام، ذا بلدك عم بيحترق. ووافقه الرأي الإعلامي طوني خليفة قائلا: يا رب احمي لبنان، شعبنا عم بيموت حريق اليوم وبكرة غريق مع اول شت بعد ما موتوه تشحشط على الطريق، فلوا يا فشلين للدول مقاوماتها ورجالها.